الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته الدين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك اللي قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بصحى متاخر. نعم مش فاضي. يعني هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنه وطاوله، وفي الفجريه كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه فتكات من الصبح؟ عاوزه حاجه؟ عاوزه تقولي حاجه؟ بصراحه انا جايبه لك عروسه. منين؟ ده انا جايب امبارح الخصايه بالتقسيط لاختي عشان تعشاها. منين انت بتحلمي ولا ايه؟ لا، ما العروسه اللي انا جايبها لك عندها شقه في ارض اللوى ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ده ربنا خد مني شعري واداني حنان ومشاعر، عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينية؟ ستينية. ستينية؟ وفي ارض اللواء دي ادم من اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حانوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ يلا دي واحده ست، دي كانت ست. انت عايز تتجوزها انا تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، ما دام في الفورمه ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمه مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، انا ما اسمحلكش ان انت تشتم حماتي. حماتك؟ اخص عليك يا فتكات، خسرت العشره اللي بيني وبينك. ده المكتب لازق في المكتب. عاوزه تجوزيني حماتك؟ عموره، ده جميل عمري ما هنساهولك. دي مأجرة شقتها وقاعدة معانا بحجة إنها وحدانية. أنا قلت أجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في أي مقبرة جماعية بعيد عنك. حرام عليكي، يعني أنت عايزة تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي أنا؟ لا، مش عايز الجوازة دي. عمورة، أنا بهديلك هدية. دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تديلك. لا، مش عايز أتجوز الست دي، مش عايز أتجوزها. أنا كده زي الفل، أنا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا أخويا، خليك مع نفسك كده زي القردة بوديل. قردة بوديل. أقعد أكل موز وزداني كده وأتنطط على البلتكنات في الشقة براحتي. خلاص.